صباح الخير، صباح سوداني يشبه جمال بلدنا وروعة أهله. وشكرا لقناة سودانية 24 لبرنامج صباحات سودانية إنهم سنحوا لي الفرصة دي على أن أبث الحاجة اللي بقدمها لكم، وإن شاء الله تعجبكم وتكون أفكار للإيجار. فكرتي الحابة أقدمها لكم، فكرة للإيجار، هي فن الديكوباج. فن الديكوباج ممكن يكون على كل الماتيريالز، خشب، حديد، بلاستيك، ورق، كل الماتيريالز ممكن تجددها بفن الديكوباج. فكرة فن الديكوباج إنه بستعمل أي حاجة تديني شكل، يعني أي حاجة تعجبني. مثلا هي هنا عندي لوحة استغنيت عنها، أو لوحة قدمت وانتهت اتكسرت، دل بقى منها وأنا عجباني ما عايزة أرميها، فشلتها. حنشوف هسه أنا هعملها كيف بالخطوات. فكرته إنه بتثبت الحاجة اللي أنت عايزاها أو الحاجة اللي عجباك في السطح بتاع الحاجة اللي عايزة تجدديها. بعد كده بتستعملي مناديل سفرة متوفرة في السوبر ماركت، بستعمل طبقات خفيفة منها، باخد أخف طبقة فيها وبعمل بها بواحد بها سطح الشكل. بديني طبعا ما هيكون لي مفرود، هيكون لي فيه كرمشات خفيفة واللي هي ذاتها بتديني منظر وبتديني عمق للشكل بتاعي. طيب نبتدي خطواتنا. زي ما قلت لكم أنا عندي لوحة كانت عجباني وما حبيت أرميها، فقمت شلت منها الحاجة اللي والباقي اللي تكسر رميته، فشلت منها الشكل. دي غوطة بتاع علبة بتاعت حلاوة عادية، أنا هشكل العلبة كلها لكن حبدي لكم اللي هشتغل لكم أنتوا العلبة، ويعني بعد كده تخيلوا أنتوا كيف الباقي هيكون. فبدأت ركبتها القصاصة من الورق، قصصتها وشكلتها من اللوحة على أساس إنه اخترت اللوحة دي بالذات لأنها فيها حجم، يعني فيها ارتفاع وفيها عمق وفيها أبعاد، لكن ممكن تعمل الحاجة دي أنت زي ما قلنا بالكرتون زي ما اشتغلنا هنا أو بالفوم. كمان ممكن تركبي كريستال، ممكن تركبي خرز، أو عشان تدي ارتفاعات تانية أنا هنا رسمت بمسدس الشمع. ممكن نواصل تاني نفسه مسدس الشمع ذاته، ممكن يديني ارتفاع في الشكل ما دام انا اصلا في الاخر حواحد السطح، حتصهر لي الارتفاعات بالاشكال اللي انا رسمتها. فلما ارسم بمسدس الشمع حاشكل في سطح انا بديت فعلا اني اشكل في سطح الغوطه بتاع العلبه، وباستعمال مسدس الشمع عادي هرسم رسماتي، بعدين نشوف حتصهر كيف. الخطوة الثانية بعد ما جهزنا السطح بالأشكال المرتفعة والرسم بالنا، هقوم أجي أطليه به استعمال الغرة. هبدأ أوحد السطح دي باستعمال مناديل الورق. وما تقولينا مناديل الورق معناها حاجة ما متينة، لا، الغرة حيقوي لي المناديل، وكمان في البهية اللي حتيجي عليها كمان هتغطي زيادة وهتقويها زيادة. هاخد المنديل بكله ارتياح، بستعمل فرشة تاني عشان أظهر التفاصيل الجبال كنت بتكلم عنها. هعمل تاني طبقة بتاعت غيرة خفيفة في المكان المحتاج ليه، بس أحرص إنه الفرشة اللي بتستعمليها مع الغيرة ما تستعمليها هي في تربية المنديل، فأنا عشان المنديل في حتات أضفتها طلعت فوق بعض هقوم أزيد غيرة. وطبعا المنديل خفيف جدا حيمر من خلاله وينزل تحت. دي الخطوة الأولى، ما تخافي المنديل بعدين الغيرة هيبقى شفاف، فما تخافي، مفروض أنتظر إنه يجيف بعد كده ألوينه.
تحطين. انا هلون وهسه مباشره قدامك علشان الزمن تاع البرنامج. اول حاجه هنعملها الخطوه الاولى قلنا الاساس اللي هو اللون الاسود. ما عملتها طلي كامل، يعني بلمس بس الحتات البارزة. فدي الفكرة. بعد كده بتعمل الفينيشنج اللي هي انك تقصي. اذا حابة تخليها ألمع ممكن تستعملي البوليش اللي هو بيستعملوه في ترميع الأخشاب. اذا حابة تخليها كده بالشكل دي طافية، ويعني في كل زول وزوجه. في حاجات تانية يعني بتلمع في المكتبات، بتلقي حاجة اسمها جليز. فاختاري الحاجة اللي بتناسبك وعلى زوجك، وان شاء الله تكون فكرة عجبتك وأجريها واستعمليها واستفيدي منها وأبدعي في بيتك.